نذهب الآن إلى تصريحات لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في أعقاب تفقده موقع الحريق بكنيسة أبو سيفين بالجيزة. الشعب المصري كله بصفة عامة ولأسر الضحايا بصفة خاصة على هذا الحادث الأليم اللي حصل النهاردة صباحا في كنيسة أبو سيفين في منطقة أرض مطار إمبابة في محافظة الجيزة. والحقيقة يمكن الحادث الأليم ده نتج عن حريق حصل في مبنى الكنيسة نفسه. ومن أول لحظة الحقيقة الدولة كلها بكل أجهزتها تحركت بصورة فورية. الحقيقة وزارة الداخلية من خلال إدارة الحماية المدنية اتحركت، وطبعا الشرطة كلها وكله تأمين الموقع، وكل رجال الحماية المدنية الحقيقة بذلوا جهد كبير جدا وملحمة كبيرة في مكافحة الحريق وإيقافه قبل ما يتفاقم، لأن طبعا هو في منطقة شعبية والمنطقة كلها مكتظة بالسكان، ويمكن عدد من يعني أفراد الحماية المدنية نفسهم أصيبوا في الحادث وموجودين في المستشفى وشفتهم. في نفس الوقت المحافظة طبعا اتحركت، سيادة المحافظ كان موجود، الإسعاف، وزارة الصحة، كله الحقيقة اتحرك كان موجود عشان بصورة فورية لنقل طبعا الضحايا والمصابين للمستشفيات علشان يتلقوا كل الرعاية للمصابين طبعا، وعلشان يعني ننقل جثامين الضحايا. الحقيقة يمكن فخامة الرئيس من أول لحظة بمجرد علمنا بالحادث الأليم كان توجيهه للحكومة باتخاذ الإجراءات الفورية لطبعا دعم أسر الضحايا وأيضا الاعتناء وتقديم أقصى رعاية طبية للمصابين. ويعني توجيه سيادته اتحركنا فورا، يعني أنا ومعالي وزير الصحة ومعالي وزير التنمية المحلية ومعالي وزيرة التضامن ومعانا طبعا السيد محافظ الجيزة، نزلنا على الموقع الخاص بالكنيسة عشان نتفقد طبعا أسباب الحريق، وشفنا طبعا يعني طبيعة المبنى نفسه. يمكن طبعا فريق النيابة العامة برئاسة النيابة نفسه متواجدين أيضا في الموقع يعني طبعا للتحقيق واتخاذ كل الإجراءات القانونية. ولكن في نفس الوقت ويمكن أنا يعني جات لي فرصة أن أنا أقابل أيضا طبعا الأساقفة المعنيين بإدارة الكنيسة وقدمت لهم واجب العزاء. ويمكن فخامة الرئيس طبعا يعني كان مكلفني ان انا اوجه خالص العزاء ل يعني اهالي الضحايا والمصابين طبعا، ان احنا بنقول لهم احنا معاكم في هذه المرحله. يمكن مع معالي وزيره التضامن قررنا فورا يعني صرف مبلغ 100,000 للضحايا، لكل ضحيه طبعا هتصرف بصوره فوريه لاسر الضحايا، بالاضافه طبعا لمبلغ برضو يعني على حسب درجه الاصابه سيصل الى 20,000 جنيه للمصابين. ده بالإضافة لتقديم أوجه رعاية كثيرة جدا هتقدم للضحايا ولأسر الضحايا والمصابين في المرحلة القادمة من خلال العديد من الدعم العيني اللي هيتم في هذا الموضوع. فطبعا هي مرة أخرى هو حادث أليم، ويعني نسأل الله طبعا أن يعني يغفر للضحايا ويعني ويتقبلهم في جناته، وكل التعازي لأسرهم وكل الدعم لأسر المصابين والمصابين نفسهم. احنا طبعا على طول بتأكد ان هم بيتلقوا افضل رعاية طبية، ومش هنسيبهم ان شاء الله لغاية لما يتم التعافي بإذن الله.